أثر هذا الخصاص. فأعتقد أن السادة المحامون والسادة الموظفون والمواطنون الذين يقفون الآن خلفنا وقلوبهم معنا يدركون خطورة تأثير خصاص قضاة على أوضاعهم وعلى حقوقهم. إن المواطن في هذا الزمن لا يريد خبزا، وقد يقايض بالحرية أسمى حق من الحقوق وهو العدالة. في زمن اغتيلت العدالة في وادي زم من طرف السيد الوزير، لقد اغتيلت العدالة بهذه المدينة. باش حنا مواطنين، وأقول السيد الوزير، باش حنا مواطنين ولا حقوق لا قوانين، باش حنا مواطنين. أقول للسيد الوزير، تذكر أن لهيئة خريبكة ولمدينة وزم نساء ورجال خبرتهم الأيام في النضال والتحدي في الدفاع عن الكرامة. تذكر هذه القضية، ولا نقولها كلاما في الهواء، بل نقولها ونحن كلنا استعداد للدفاع عن حقنا والدفاع عن كرامتنا والدفاع عن حقوق الناس خلفنا. زميلاتي زملائي، لقد تغنى السيد وزير العدل بمنتوج اعتبره إصلاح لمنظومة العدالة. العدالة تبتدئ من أبسط الأشياء ولا تختزل في الشعارات الكبيرة. العدالة تبتدئ من حقوق الضعفاء، حقوق المتقاضين، حقوق المواطنين التي أهدرتها ودست عليها بأقدامك وأنت تتلقى وسام الشرف من طرف صاحب الجلالة نصره الله. إن ما كان يبتغيه وزير العدل قد حققه، هو ذلك التكريم. ولكن ما يبتغيه المحامون في خبر كان وما يبتغيه المواطنون من العدالة لم يتحقق لحد الآن، ولن يتحقق إلا بنضالاتنا وبتضحياتنا وبوقوفنا وقفة نساء ورجال شامخين. زميلاتي زملائي، هذه الوقفة هي بداية في مسلسل من النضالات التي أدعو الزملاء والزميلات أن يستعدوا لها، لأننا رجال لا نعرف للهزيمة مذاقا، لا نعرف للهزيمة مذاقا، ودونها أرواحنا. وأقولها وأنا في كامل وعي، دون الهزيمة أرواحنا. لا نهاب أحدا إلا في الحق، ولا نهاب أحدا إلا في المشروعية، ولا نهاب أحدا إلا في الشرعية وفي إطار القانون. وقد أعطانا القانون أمانة كنقيب وكمجلس، أعطانا قانون والسادة المحامون ائتمنون على مصالحهم، ائتمنون على حقوقهم، ائتمنون على كرامتهم. والله لن نهدر هذه الحقوق وهذه الكرامة ودونها استقالتنا من هذه المؤسسات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.